السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل الناس بتحب الشوكولاتة، صغيرين وكبار. النهاردة قلت نعمل خبز بالشوكولاتة، ينفع رحلات، ينفع عشاء، ينفع فطار، ينفع مدارس، كلنا بنحب الشوكولاتة. شايفين التشققات اللي بره؟ شايفين حشوة الشوكولاتة؟ شايفين العجينة؟ الطعم بقى حكاية والريحة خيال. يلا نبدأ. بسم الله. أول حاجة هنعملها، هنحط 65 جرام من الحليب المكثف المحلى، يعني تقريبا 3 معالق كبار. هنحط كمان 110 جرام من الحليب العادي، تقريبا نص كوباية. معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، نقلبهم كويس مع بعض، وبعدين نبدأ نضيف الدقيق. الدقيق لحد ما يلم معانا هما تقريبا 200 جرام. نقلب، نخلط كله مع بعضه لحد ما يديني عجينة متماسكة. هي العجينة في الأول هتبقى جامدة شوية. هنضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة وربع معلقة صغيرة من الملح. نعجنهم كويس، ندخل الزبدة كويس في العجينة. هي برضو جامدة، هنا هنلاقيها برضو جامدة. هنغطيها ونسيبها تخمر أول مرة، هتغيب لأن احنا الحليب عندنا مش دافي، المرة دي الحليب بارد. خمرت شوية، شايفين خمرت ازاي؟ هنعجنها تاني ونبدأ نقطعها. الخبز ده بما ان الحليب بارد فهياخد مننا يعني تقريبا 3 مرات تخمير، لكن الطعم حكاية. هنبدأ نقطعها. انا هنا قطعتها على 5 قطع لان انا عاملة مقدار صغير، طبعا نقدر نضاعف الكمية ونعملها ونحتفظ بيها في الفريزر ونسخنها بقى في الميكرويف 30 ثانية. هنفرد كل قطعة بأيدينا ونحط جواها الشوكولاتة اللي نحبها. أنا هنا استخدمت الشيبس الصغيرة علشان تسيح بسرعة، ونقفلها ونكورها ونسيبها لحد ما تخمر تاني. دي كمان تالت مرة في التخمير. هنكورها ونتأكد من تحت إنها مقفولة كويس لحد ما نخلص الخمس قطع اللي احنا عاملينهم. هنحطها على ورق بليسيه وهنحطها في صينية مدهونة محطوط فيها ورقة زبدة، ونبدأ نعمل التغليفة اللي بره. التغليفة اللي بره عبارة عن معلقتين من دقيق الرز المطحون، معلقتين من الكاكاو الخام، ومعلقتين من المية. نقلبهم كويس مع بعض، نبدأ ندهنهم بالفرشة، لكن طبعا بالراحة علشان ما نطلعش الخمر يعني بتاع العجينة. كل ما كانت تقيلة هتبقى أحلى، ونسيبها بعد كده تخمر شوية هنلاقيها بدأت تشقق معانا. يعني التغليف اللي بره ده هيديني تشققات كده من بره شكلها جميل جدا بعد الخبز. هنسيبها تخمر ونرجع ندخلها الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد تقريبا 10 دقايق ربع ساعة. بعد ما تطلع من الفرن هندهنها بزبدة متسيحة. شايفين التشققات؟ شايفين الجمال؟ يا سلام بقى لو شمين الريحة معايا، تحفة تحفة. الطعم بقى روعة روعة. ياريت وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ما تنسوناش باللايك وشير، وياريت تجربوها وإن شاء الله هتعجبكم. والسلام عليكم.